أعزائي المشاهدين، احنا اليوم مطار الملكة علياء الدولي لنعيش تجربة المسافر من البوابة الرئيسية إلى بوابة الطائرة، ونشوف المراحل والإجراءات التي يمر بها المسافر وكم تستغرق هذه الإجراءات والمراحل من وقت. الله يعطيك العافية. تفضل. مسافر محترم. على بيروت. على أي طيران أستاذ محمد؟ الملكية. الملكية. تفضل. السلام عليكم. هسه احنا بندخل مرحلة تشيك إن ونتأكد من حجز التذكرة وناخذ المقعد بالطائرة ونسلم شنطة حتى يوصلوها للطائرة. يعطيك العافية. الله يسلمك. على بيروت. نعم هاي نعم تفضل. نعم 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 لا نعم نعم كم نعم على نعم نعم شكرا. هو رقم 116. نعم شكرا يعطيك العافية. غلبتك. يعطيك العافية. شكرا لك. احنا بدنا ندخل مرحلة تشيك الجواز وختم. يعطيك العافية. الله يحييك. الله يسلمك. على بيروت. بدون متحدث. شكرا. يعطيك العافية. شكرا لك. احنا داخلين على مرحلة التفتيش النهائي. طبعا اي قطع معدنيه لازم تكون موجوده من اجهزه خلويه والساعه وشيء حديد يعني حتى اجراءات السلامه. احنا بعد ما خلصنا المراحل التفتيش وختم الجوازات، طبعا هذه سوق الحرة اذا واحد حاب يشتري هدايا قبل ما يسافر، طبعا متواجد فيها كل شيء زي ما انتم شايفين،